أيها الجهلاء، بني الإسلام على خمس: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الولاية. هوى هوى يا أولاد. الحمد. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عمره على أكثر التقادير 3 أيام، فلعله أقل. قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول الله 10 سنوات. انتوا هتفضلوا بهايم لغاية امتى؟ في بعض الروايات تقول ان زائر الحسين ثوابه اعظم من ثواب 100,000 شهيد من شهداء بدر واحد. هتفضلوا حمير لغاية امتى؟ فأجابها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا أمه، والله وإني أعلم بذلك، وأعلم اليوم الذي أقتل به، والساعة التي أقتل فيها، والحفرة التي أدفن فيها. هتفضلوا بغال لغاية إمت؟ افهم يا آل أنت وهو. فلذا الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني جدي علي بن أبي طالب لا ريب فيه. انت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي؟ انت متخلف يا ابني، ايه دي؟ حاجة غريبة خال. الله جعل حركة الشمس بيد علي بن ابي طالب. شايف الهبل؟ شايف الناس المغيبة؟ روايات تقول لا، المراد من المسجد الاقصى البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة. روايات أخرى تقول لا، اللي إحنا نجنح لها شوية، أن المراد من المسجد الأقصى هو مسجد الكوفة. والله يا آل، يا دي عفريت يا آل. كل الأنبياء توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى، توسلهم إلى الله والواسطة هم أهل البيت، دلالة وجه دلالة على أفضلية أهل البيت على حتى الأنبياء. انتوا هتفضلوا بهايم لغاية امتى؟ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. الشهور 12 يعني الائمة 12. هتفضلوا حمير لغاية امتى؟ اذا اول زواج افضل زواج في العالمين بلا منازع هو زواج امير المؤمنين والسيدة الزهراء سلام الله عليها، لان كلاهما معصوم. الثاني بلا منازع زواج رسول الله من السيدة خديجة. هتفضلوا بغال لغاية امت؟ افهم يا آل انت وهو. الاول والثاني اللي اخذوا الولاية من امير المؤمنين، هم كانوا يطلقوا عليهم الناس شمس وقمر هذه الأمة. فالإمام الصادق بيقول للي بيسأله، بيقوله: ألم تسمع قول الناس انهما شمس وقمر هذه الأمة؟ قال له: بلى. قال له: فهما في النار. يا ولي يا ايه، اذا كنت عايزه تتجوزيه قولي لي وانا اطلب لك ايه، لكن ما تروحيش تقولي له كلام كذب يا وليه.